ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده هقول لكم ازاي نفك ضغط ال OBB عشان في ناس كتير قوي بتشتكي. زي ما انتم شايفين في لعبه هنا، هي مش عندي، هفتح الفايل. نخش، لازم طبعا تداونلود ايزي فايل طبعا اهم حاجه. خش عليه، هتخش هنا او المكان اللي تدون فيه، داونلود في الجيمز. انا عندي بدونهم هنا، وهنثبت. انا طبعا مسحت لعبة هي دي، جيب الملف بتاعها اهو. فايه اول حاجة؟ طبعا هوريكم شوية كلام قبل اي حاجة. زي ما انتم شايفين هنا الكلام ده، طبعا دون الانجليش او الاجانب امريكان ان كان، طبعا هيقروا الكلام ده كله زي ما انتم شايفين. وهسيب لكم كده، هسيبه نص دقيقة كده ينزل. زي ما انتم شايفين كده، نرجع لموضوعنا. اول حاجة هنسكر اللعبة، زي ما انتم شايفين هي بتسطر اهي. طبعا اللعبة دي متهكرة برضك. طبعا يا شباب لو حابين القناة والفيديوهات وحابين المحتوى بتاعي، ياريت لو حابين يعني تعملوا الاشتراك، سبسكرايب ولايك وشير كده، عشان احس اللي مجهودي ما بيروحش على الفاضي. دلوقتي هندوس دن مش اوبن، هندوس هنا. بعديها هنروح للفايل بتاع اللعبة ايا كان ايه هي اللعبة. انسينك جيمز، هندوس ده، هنفضل هولد، نفضل دايسين عليه، ونفضل عند مور، ونروح عند دي. وممكن تعمل حاجتين، ممكن تدوس هنا وممكن اوتو. فممكن تدوس هنا، تختار دي وتدوس هنا، وزي ما انتم شايفين اللعبة بتتحمل. طبعا عشان فكتها كده هتلاقي فولدر هنا، ده انت كده بتفكها في نفس المكان. احنا عايزين الملف ده بس. طبعا احنا عايزين، هتروح للاندرويد. دي لا، هنروح هنا. وهنروح للجهاز، يعني تخزين الجهاز، بعديها الاندرويد، بعديها OBB، وهنا. يلا بينا، هنروح هنا ونخش هنا ونفضل دايسين هولد، بعدين نروح هنا ونروح موف تو او النقل الى، وننزل ننزل ننزل ننزل، نروح هنا ونروح هنا وندوس اوك. طبعا زي ما انتم شايفين الملف اتنقل، نرجع اللعبة اهي وبس كده. وكده تكون اللعبة اشتغلت معاكم وبس.
اشوفكم في فيديوهات جديدة للالعاب، واشوفكم ان شاء الله في العاب كتير، وتكون عجبكم الفيديو. سلام.